منذ أن تأسس الهلال الأحمر الفلسطيني في عام 1968 اهتم بقضايا الإعاقة. في عنا مبدأ الدبلوماسية الإنسانية، حاولنا تجسيد هذا المبدأ بفكرتين. أولاً فكرة إقناع المؤسسات وصناع القرار في الاجتماعات المحلية بضرورة الاهتمام وتبني قضايا الإعاقة، واخترنا منطقة الظاهرية ويطا بسبب ارتفاع نسبة الإعاقة فيهن زائد مجتمعات فقيرة مهمشة. عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة يتجاوز 24,000 شخص ذوي إعاقة. قررنا أن يكون التوجه نحو الموائمة البيئية وتحديداً موائمة المؤسسات العامة وبالأخص المدارس اللي هي بتحتوي عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة الخليل. يتجاوز عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في يطا 6900 إعاقة، وهذا عدد كبير. وفي ظهرية كذلك في منطقتي الرمادين والمناطق المحاذية لمنطقة الخط الأخضر، وجدنا أنهم هذول بحاجة إلى أن يكثف العمل في هاتين المنطقتين. أولا ننشر التوعية ومنغير اتجاهات الناس السلبية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة. اثنين، منحاول نجسد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالوصول إلى الخدمات. عملنا جاهدين على عمل برامج توعوية للأهل وللأشخاص ذوي الإعاقة وللمجتمع من حولهم حتى نضمن شيء من الأمان الاجتماعي والأمن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. أهم جزء في هذا المشروع هو بناء قدرات وتنمية خبرات فريق عمل مشروع الدبلوماسية الإنسانية، واللي هو بتكون من مجموعة من المتطوعين من الهلال الأحمر الفلسطيني والاتحاد العام للمعاقين. كمان بحب أنوه أنه من فريق العمل نفسه هناك أشخاص ذوي إعاقة لإيمانهم أكثر بالقضية عشان يوصلوا صوتهم بشكل أكبر. بنحاول أنه نبني قدرات الفريق في عدة مجالات متخصصة، منها الاتصال والتواصل الفعال، مهارات الإقناع، أساليب التفاوض، بناء فريق العمل، كيف يشتغلوا في الميدان، كيف يكونوا فريق عمل موحد، كيف يوصلوا صوتهم، كيف يحاولوا يأثروا على صناع القرار ويحاولوا يقنعوهم بتطبيق فكرة الموائمة الفيزيائية في المدارس. احنا في هذا المشروع انتقلنا من مرحلة اللي هي مرحلة الضغط والمناصرة إلى مرحلة الدبلوماسية الإنسانية، وأصبح هناك في حوار وفي إقناع. التوعية الاجتماعية للأفراد ذوي الإعاقة تحديداً، وضع الثقة في نفس هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم يستطيعوا أن يكونوا أفراد عاملين وفاعلين في المجتمع، وقضية التقبل المجتمعي برضو على صعيد الجامعات والمؤسسات نعمل جاهدين في توعية المجتمع والتوعية المجتمعية. قدرنا إنه إحنا نرفع من وعي الأهالي بحقوق ابنهم في التعليم. هون إحنا اشتغلنا على الفكر، يعني في أشياء معينة قدرنا إنه نوصلها للأهالي، نوعيهم إنه أنت لازم تكون وسيلة ضغط، إنه أنتوا تلزموا المدرسة إنها تطبق الموائمة عشان أطفالكم يقدروا يتعلموا. لدينا في كافة أنواع الإعاقات حوالي 230 طالب وطالبة، هناك حركية، هناك سمعية، هناك بصرية، وبنحاول أنه نقدم خدمة التعليم لهذا الطالب بكل شكل لي يكون متساويا مع زملائه. هل كان من حالات تفقيم وترقيق لفظ الجلالي؟ هاي أدهم؟ احكيها أدهم؟ لا في لفظ الجلالي؟ شعور النقص اللي موجود عند بعض ذوي الاحتياجات الخاصة أنه أقل من الناس، إذا شعر أنه البيئة متعاونة معه هو مطلوب منه أنه يتقدم ويعطي، لأنه ذوي الإعاقة إنسان يستطيع أن يعطي. من بيتحكم الأشخاص يعني الإعاقة.
خلال النشاطات اللي نفذناها كان في لقاءات عندنا مع رؤساء البلديات، كان في لقاءات مع مدراء المدارس ومع مدراء التربية ومع المعلمين نفسهم. المدارس بتتفاجأ إنه أجاها طالب عنده إعاقة ما بتكون مؤهلة، بتبلش تشتغل من الصفر نوعا ما. هلأ إذا لو المدارس كلها بشكل عام موائمة حتى لو ما عندها طلاب عندهم إعاقة، فبكون كتير سهل على الطلاب إنه ينتقلوا من مدرسة لمدرسة. هلأ نظرة المجتمع والناس بهاي المناطق كتير نوعا ما يعني شديدة، بالذات للصبايا، فالصبايا اللي عندهم إعاقة بكون فرصتهم بالتعليم وبالحياة بشكل عام أقل من فرصة الشباب. فإحنا بنحاول إنه نوعي الناس والأهل، لأنه الطالبة حتى لو كانت بنت أو شاب من حقهم إنهم يتعلموا شو ما كانت ظروفهم. ما زالت في بقايا في مجتمعنا، ما زالت النظرة السلبية ما زالت موجودة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة إذا كانت الإعاقة هي يعني إذا كانت الأنثى هي المعاق أكثر من الذكر، إلى علاقة بالاستجمة، إلى علاقة بالوصمة الاجتماعية، إنه إحنا ما بدنا نعرف مثلاً إنه في عنا بنت معاقة عشان أخوتها يقدروا يتزوجوا، عشان إذا خواتها موجودات في الأسرة إلى خوات أخريات غير معاقات يقدروا يتزوجوا. العائق الأساسي هي النظرة الاجتماعية. إحنا في عندنا هون الحاسوب طابق تاني، أنا ما بطلع لما يكون عندنا ما يطلع الحاسوب أنا بضل تحت، وفي كمان هون الشاحط هذا أنا ما بقدر أنزل، يعني إذا بدي أروح على الحمام ما بقدر أنزل. كمان يعني زميلتي طبعا بتواجه نفس الصعوبات، يعني ما بتقدر تنزل هاي الشاحط إنه مش موائم لا إلي ولا لإلها، وكمان هي ما بتقدر تطلع فوق يعني على الحاسوب أو المختبر، وهي كمان لازم هذا الشاحط يكون في إشي بتمسك فيه، وكمان هي إلها عرباية هي عند الدع لازم تكون إلها نفس الإلي، مش يعني حدا دعها، لازم تكون هي تدعها لحالها. السياسة بتقول إنه مش ما بدي ألزم الطالب هذا اللي عواقه على الكرسي يحملوه زملائه على الدرج. إذا نقدر نتوصل مع سياسات محددة مع وزارة التربية والتعليم أو المديرية أو المدرسة إنه لا، بأخذ قرار إداري مثلا بنقل صف خامس إلى الطابق الأول حتى يستطيع الشخص ذوي الإعاقة إنه يلتحق بهذا الصف ويتلقى تعليمه واللي هو حق له كالآخرين. التسهيلات على سبيل المثال وجود رامبات أو اللي بنسموه يعني شاحطات للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من الوصول إلى المدرسة أو الوصول إلى العيادة الصحية في قريتهم، حتى الحمامات تكون مثلاً أبوابها واسعة بحيث الأشخاص ذوي الإعاقة يقدروا يدخلوا حمام. لغة الإشارة جزء من التسهيلات أيضاً، لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية المفترض في كل المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة يكون في مترجم بلغة الإشارة حتى يستطيع التواصل. كمان جزء من التسهيلات انك تقنع صناع القرار بانه ياخذوا مجموعه من الاجراءات والسياسات الكفيله باندماج الاشخاص ذوي الاعاقه. ما زالت العقبات موجوده وهناك عدد من الاشخاص ذوي الاعاقه لا يستطيع الوصول الى المدارس. الاندماج بدون التسهيلات ما تكون موجوده للاشخاص ذوي الاعاقه من اجل ان يصلوا الى هذه الخدمات، سواء كانت خدمات صحيه، خدمات تربويه، خدمات تعليميه وغيرها من الخدمات، لا يمكن. ايضا من جزء كمان من هذا البرنامج انه احنا بنصدر منشورات وبنصدر بروشورات وبنصدر افلام او ومضات بننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الويب سايت لجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني، وكمان بنوزعها على مدراء المدارس والتربيه عشان يعرضوها وتكون كجزء توعوي وتعريفي بحقوق ذوي الاعاقه. ما زلنا بعيدين الى حد كبير عن تلبيه هذه الحقوق، فإذا كانت البيئة متقبلة متفهمة فبنستطيع أنه يصبح هذا الشخص غير معاق لأنه يقوم بوظائفه في الحياة اليومية كالآخرين. أنا بتمنى أنه
المدرسة اللي نروح عليها بس أكبر تكون موائمة، وهندستنا يعني شبه موائمة، بتمنى هذه كل مكان يعني أروح فيه تبقى موائمة وفيها شاحن.